فتحنا بتاريخ 12/7/2023 قسم الأورام، واردين إلى القسم الأورام. طبعاً إحنا مركزنا الرقة، لكن نستقبل ونستهدف جميع السكان في شمال شرق سوريا. حالياً سجلنا أيضاً تقريباً فوق 150 حالة، فهدفنا إحنا نخفف على الإنسان، على مريض السرطان نفسياً وجسدياً واقتصادياً. طبعاً عندنا الطبيب أورام، هو يعاين ويشخص ويعطي الجرعة الكيماوية المناسبة لكل شخص حسب التحاليل وحسب الاختبارات اللي أجراها. بنحاول نأمن قسم أكبر وأكبر بحيث إنه يستغنوا تماماً عن الذهاب والإياب وهالسفر هاي والتكاليف المادية الصعبة جداً.